السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة نبدأ بعناوين هذه الحلقة. إعلام البوليزاريو يعلنها: مصرع شخصين في قصف جوي مغربي وتفجير شاحنة جزائرية في الصحراء. جنوب إفريقيا تجدد عزائها للوحدة الترابية المغربية. التفاصيل في هذه الحلقة. الجزائر تقرر التصعيد في ردها على إسبانيا بشأن الصحراء المغربية. روسيا تؤكد استعدادها لتأمين عمليات إجلاء المغاربة المقيمين بأوكرانيا. بعد إصابتها بالسرطان بطلت صلاة السلام حديث منصات السوشيال ميديا. كريستين لاغارد رئيسة البنك الدولي تتألق بالقفطان المغربي، يدعي أنها مختلة عقليا. زوج إكرام بيلانوفا الإيطالي يضعها في مصحة نفسية. بعد قضية حمزة مومبيبي سكينة غالامور تدخل عالم التمثيل. قال الموقع الإخباري صحراوي المقرب من جبهة البوليزاريو الانفصالية إن القوات المغربية قامت صباح يوم الأحد بطلعتين جويتين وقصفت أهدافا داخل الصحراء المغربية على مقربة من الحدود الموريتانية الشمالية وبالضبط قرب بلدة عين بنتلي، وأدت إلى مصرع شخصين. وحسب ذات المصدر وفق ما كتبته الصحيفة فإن القوات المغربية أطلقت 8 صواريخ جوية مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، من بينها شاحنة تجارية جزائرية، مشيرة إلى أن هذا ثاني قصف مغربي يستهدف شاحنة جزائرية في منطقة الصحراء بعد القصف الذي أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية أواخر العام الماضي والذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص جزائريين بالصحراء المغربية. ولم يتم تحديد هوية القتيلين إلى حدود الساعة ولا جنسيتهما وفق ذات المصدر الذي يتحدث عن أن القصف المغربي استهدف مدنيين وأماكن مدنية، بينما لم يصدر إلى الآن أي بلاغ رسمي سواء من السلطات الجزائرية أو من نظيرتها الموريتانية بشأن هذه الأنباء، التي قال الموقع المذكور إنه حصل على المعلومات من عين المكان الذي حدث فيه القصف. وفي حالة إذا اتضحت صحة هذه الأنباء فإن هذا القصف يعتبر هو الثاني من نوعه خلال العام الجاري الذي تقوم به القوات المغربية حسب ما هو معلوم لدى وسائل الإعلام المغربية والدولية، حيث شنت القوات المغربية في الشهرين الماضيين طلعة جوية استهدفت أماكن وعناصر تابعة لجبهة البوليزاريو الانفصالية. وجل القصف التي تقوم بها القوات المغربية هي تحدث في إطار الحدود الجغرافية للصحراء المغربية، وهي الحدود التي تلتصق بالحدود الجزائرية والحدود الموريتانية، ولا يعترف المغرب بأي مناطق تابعة لجبهة البوليزاريو أو التي تدعي أنها قامت بتحريرها من الاحتلال المغربي. وفي هذا السياق فإن القوات المغربية تعتبر أن أي تحركات مشبوهة داخل الحدود المؤطرة بالحدود الجزائرية والحدود الموريتانية هي تحركات قابلة للاستهداف العسكري، كما أن هذه المناطق تعتبر حاليا أماكن تجري فيها مواجهات عسكرية بعد عودة البوليزاريو للعمل المسلح ضد المغرب، وبالتالي فإن حدوث قصف يبقى وارد في أي لحظة. الجدير بالذكر أن الجزائر أعلنت في أواخر العام الماضي أن قصفا جويا أدى إلى استهداف قافلة تجارية جزائرية ومصرع 3 من مواطنيها بين الجزائر وموريتانيا، موجهة للاتهام إلى القوات المغربية. وقد اتضح أن الاستهداف حدث في الصحراء المغربية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب تواجد قافلة جزائرية خارج ترابها. وأعلنت الجزائر أنها ستفتح تحقيقا في الواقع وأن ما فعله المغرب لن يمر دون عقاب، لكنها التزمت الصمت بعد ذلك ولم تكشف عن أي نتائج بشأن التحقيق الذي فتحته. هكذا
هاجمت وزيرة الشؤون الخارجية الجنوب إفريقيا ناليدي باندور الوحدة الترابية للمملكة المغربية في سياق تجسيد محاباتها للجزائر وجبهات البوليزاريو. واستغلت وزيرة الشؤون الخارجية جلسة التصويت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان ورفض بلادها القرار قصد الترويج لتصور جبهات البوليزاريو والجزائر من نزاع الصحراء المغربية وربط نزاع الصحراء بالقضية الفلسطينية. وقالت ناليدي باندور في تصريحاتها أن الطريقة التي يتفاعل بها العالم تشير إلى أن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الأوكرانيين. هذا شيء يهمنا، ونأمل أن نرى الأمم المتحدة تتصرف بقوة كبيرة تجاه الدول الأعضاء القوية. وضربت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية مثالا بإسرائيل والمغرب، معتبرة أنهما تنتهكان سيادة الدول، مضيفة أن المغرب يطالب بالصحراء التي تعترف بريتوريا بأنها دولة مستقلة على حد زعمها. أكدت مصادر إعلامية مطلعة بالجزائر أن هذه الأخيرة قررت التصعيد في ردها على موقف الحكومة الإسبانية الجديدة بشأن الصحراء المغربية من خلال توقيف جميع عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على إسبانيا من سواحلها، كما قررت رفض توسيع الرحلات الجوية مع إسبانيا في مرحلة ما بعد الجائحة. وحسب مصادر رسمية جزائرية، فإن القرار جاء نتيجة للتقارب الأخير بين الرباط ومدريد، ومن المرتقب أن يذهب نظام العسكر إلى التصعيد بشكل كبير مع إسبانيا لحملها على التراجع عن موقفها الأخير من قضية الصحراء، حيث من المحتمل أن تحرك الجارة الشرقية للمملكة ورقة الغاز التي تعد من مفاتيح الجيو استراتيجية في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا. تتواصل معاناة الفارين من جحيم الحرب بروسيا. جاء التدخل العسكري الروسي، فالمغاربة على غرار باقي الجنسيات ما يزال بعضهم يقيم هناك، ولا سيما بمدن خاركيف والعاصمة كييف وماريوبل وسومي. وفي غضون ذلك، أكد السفير الروسي لدى الرباط فاليريان جوفايف أن بلاده مستعدة لتأمين ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية بمن فيهم المغاربة المقيمون في البلاد. وبخصوص الاتهامات التي وجهت للجانب الروسي بانتهاك الممرات الإنسانية عبر عمليات قصف، أوضح الدبلوماسي الروسي في حوار مع إذاعة ميديا المغربية أن بلده اكتشفت وجود متطرفين ممن أسماهم النازيين الجدد الأوكرانيين يمنعون أولئك الذين يغادرون البلد نحو روسيا من مواصلة السير على الطريق. واتهم السفير الروسي من وصفهم بالنازيين الأوكرانيين بإطلاق النار على ظهور هؤلاء المدنيين الهاربين، فضلا عن استخدامهم كذروع بشرية، مشددا على أنه بالرغم من هذه الصعوبات التي يواجهها الجيش الروسي، إلا أن سلطات بلاده تواصل العمل للحفاظ على هذه الممرات الإنسانية وتسهيل عودة الأجانب المقيمين في أوكرانيا إلى بلدانهم. ويأتي فتح الممرات الإنسانية من مدن خاركيف وماريوبل وسومي بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن. الجيش الروسي أعلن في وقت سابق فتح ممرات إنسانية وتعليق إطار نار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبل وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، تعلن القوات الروسية لغرض إنساني الامتناع عن إطلاق النار محليا اعتبارا من الساعة 10 في 7 مارس وفتح ممرات إنسانية. في أحدث صورة لها، ظهرت كريستين لاغارد المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي والرئيسة الحالية للبنك المركزي الأوروبي، وهي ترتدي القفطان المغربي الأصيل. الصورة نشرتها مصممة الأزياء المغربية سلمى الأزرق، وعلقت عليها بالقول: شكرا للسيدة لاغارد لثقتها، وأنا أتشرف بأن تلبس من تصاميمي.
تصدرت الحالة الصحية للممثلة المغربية زينب نجمة التي أصيبت في الفترة الماضية بمرض السرطان صفحات منصات التواصل الاجتماعي. وطالبت زينب نجمة بطلة المسلسل المغربي صلاة والسلام متابعيها بالدعاء لها في آخر ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، حيث ظهرت حالقة الرأس من داخل الغرفة التي تتلقى بها حصص العلاج الكيميائي. وتداول نشطاء صورة زينب نجم بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل التكفل بعلاجها ومساعدتها في محنتها. يذكر أن زينب نجم أعلنت شهر دجنبر المنصرم إصابتها بمرض السرطان، ووجهت رسالة ساخرة للمخرجين من أجل إشراكها في الأعمال التي تستدعي ظهورها حالقة الرأس، قائلة في تعليق: يلا إلى كاين شي دور ها نقرات بسم الله. كشفت اليوتيوبرز المغربية المقيمة بالديار الألمانية إكرام بيلانوف المقيمة بالديار الألمانية إكرام بيلانوفا أن زوجها الإيطالي وضع بمصحة نفسية حاليا، مشيرة إلى أنه يدعي أنها أم مختلة عقليا وغير قادرة على تربية أبنائها. وصدمت إكرام بيلانوفا متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بإعلانها عن عودتها خلال شهر رمضان للمصحة النفسية عقب خروجها منها مؤخرا بعد مكوثها فيها لعدة أشهر بسبب معاناتها من مجموعة من المشاكل النفسية منها الاكتئاب. وأوضحت اليوتيوبر المغربية أنها تحاول حل مشاكلها مع زوجها بدون مشاكل وتصعيد خلافهما بسبب أولادها، مشيرة إلى أن الأطباء أثبتوا عكس ادعاءاتها. يشار إلى أن إكرام بيلانوفا كشفت قبل عدة أشهر عن معاناتها من مجموعة من المشاكل مع زوجها الإيطالي ما أدى إلى طلاقهما ودخولها لمساحة نفسية. وظهرت ذات المتحدثة بوجه منتفخ بسبب تناولها لأدوية الاكتئاب داعية متابعيها للدعاء لها من أجل التخلص من مشاكلها الزوجية والقدرة على العودة رفقة أبنائها للمغرب. أعلنت المؤثرة المغربية سكينة جناح المعروفة بسكينة غلامورا عن دخولها عالم التمثيل من أوسع أبوابها. وتقاسمت سكينة هذا الخبر المفرح بالنسبة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. هذا وقد نشرت سكينة فيديو ترويجي لعملها عبر الانستغرام أرفقته بتدوينة جاء فيها: اللي بغى يتفرج في الحلقة يدخل القناة الرئيسية ديالي. وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير مع الخبر، معتبرين إياه خطوة جديدة في حياة غلامورا. كانت هذه آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.